الفلسطينيون بسبب انحرافات قياداتهم مرفوضين في كل لبنان. يجمع من عمل ويعمل مع المخرج اللبناني العالم زياد دويري على أنه حالة خاصة وعدوى متنقلة تحمل مع الحماس والشغف والسعي إلى تحقيق الأفضل من الأفضل، لبل تذهب أبعد جوليا قصار للعبة معه في فيلمه الأخير على أنه دينامو يخلق طاقة في محيطه تشبه التيار الكهربائي ليصعق، وقد تكون نتيجة قضية رقم 23 على هذا النحو. أصلاً شعب بلا أصل، بيعرفوا إمتى منكون مبسوطين، زعلانين، مضايقين. همي لما نخلص معه بدي يتمنى لو كان في 100 شرام بوجه بدالي. زياد الدويري اللي يضج بالإشكاليات الكبيرة معه وحوله يأتي بإبداعه الأخير الأقرب إليه كما يقول من قصة عيشة واختبرها وكتبها مع زوجته ابنة بكفية جوال توما، وهكذا يأتي الفيلم نتيجة تجربة وقصة تواكب مساراً جدلياً لزياد الدويري في حياته الخاصة نشأة ومساراً سياسياً كما في مسار السينمائي، ليخلق صخباً حوله مع كل فيلم أو إنتاج يخرج به. من سيان بابايت؟ زياد الدويري مواليد بيروت، يأتي من عائلة شاركت في الحرب اللبنانية، أولاد العم والأقارب خاضوا الحرب ضد الكتائب، شاركوا في حرب الفنادق، أما الأهل فحركة وطنية ومرابطون وأداروا إذاعة صوت لبنان العربي. وكان بشير الجميل الذي يأتي في صلب فيلم قضية رقم 23 عدواً، فيما القوات اللبنانية خائنة لتعاملها مع إسرائيل. أنت كلب صهيوني. مع هذا المناخ ينطلق زياد الدويري إلى أمريكا وهو في العشرين من عمره لمتابعة دراسته الجامعية، حيث ينال شهادة في السينما من جامعة سان دييغو. وفي العام 98 كتب زياد الدويري وأخرج فيلم بيروت الغربية وست بيروت، لذا نال جوائز دولية وأدرجت أفلامه ضمن المسابقات الرسمية في المهرجانات السينمائية الدولية، حيث فازت بجوائز عدة وهي ليلا دي والصدمة ذا أتاك عام 2012 الذي صور في فلسطين وإسرائيل وأثار ضجة ومنع في بيروت، وصولاً إلى فيلم The Insult قضية رقم 23 عام 2017 والذي أقيم عرض العالم الأول في مهرجان البندقية. تولى دويري أيضاً إخراج سلسلة سليبر سيل التلفزيونية لصالح شبكة شوتاين عام 2005 وسلسلة بارونوار لصالح كانال بلوس الفرنسية عام 2016، وهو عاكف حالياً على تصوير حلقات الموسم الثاني من بارونوار. وعندما تسأل اليوم ما مشروعك المقبل يجيب لا أستطيع أن أتحدث عنه بعد في هذه المرحلة.